بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الكلمة الموجزة التي جعلت عنوانها خذوا عني مناسككم، وهذا أو هذه الكلمة هي جزء من كلام طيب نطق به أطيب الطيبين عليه صلوات ربي وسلامه، فهو جزء من حديث. ولما كان الأمر كذلك آثرت أن نجعل هذا اللقاء أيضا دراسة لهذا الحديث، وستكون الدراسة لهذا الحديث رواية ودراية ثم تطبيقا، وأقصد بالتطبيق بمعنى أن نذكر أهم المناسك التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم حتى نمتثل قوله عليه صلوات ربي وسلامه حين قال خذوا عني مناسككم. فإذن ستكون هذه الكلمة الموجزة من ثلاثة محاور كما أسلفت. المحور الأول دراسة هذا الحديث رواية من حيث الرواية، والحديث رواه أبو الزبير، وكما أسلفنا هو جزء من حديث رواه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذا اللفظ للنسائي، ولفظ مسلم وغيره رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم. ولفظ ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذ أمتي مناسكها فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والحديث أخرجه لا شك أنه حديث صحيح، فإن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم، وأخرجه كذلك أبو داود في السنن، والنسائي كذلك في السنن، والترمذي أيضا أخرجه مختصرا، وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى. فالحديث جاء على طريق صحيح كما أسلفنا، باختلاف هذه الروايات خذوا عني مناسككم أمر، أو بلام الأمر قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذ أمتي مناسكها بلام الأمر. ولا بأس أن نذكر فائدة علمية في هذا المقام استفدتها من العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ذكرها وذكر تنبيها في هذا المقام، فقال أن الحافظ ابن حجر في التلخيص عزا هذا الحديث في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، قال وليس الأمر كذلك، إنما انفرد به مسلم، بمعنى أن البخاري أن إمام البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج هذا الحديث. وهذه فائدة
سقناها في هذا المقام. هذا الحديث من حيث الرواية. أما من حيث الدراية، وأعني بالدراية بمعنى فقهه وفوائده، فتستنبط منه فوائد كثيرة. أولاها أن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهذا الحديث يأتي على نحو حديثه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حين قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأولى فوائده، فوائد هذا الحديث، أنه من أعظم الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء في مناسك الحج، فكلما اختلفوا في فعل لجأوا أو اعتصموا بقوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر: لتأخذوا عني مناسككم، أو خذوا عني مناسككم، فيستدلون بهذا اللفظ الشريف على ما يريدونه، إما أن يكون على وجه الوجوب أو على وجه الندب. وأسلفنا أن الحديث جاء برواية لتأخذ أمتي مناسكها، أو لتأخذوا مناسككم ونحوه. فقال النووي، وهذه الفائدة الثانية، قال الإمام النووي: فهذه لام الأمر، خذوا واضحة أنها أمر، ها هنا لام الأمر لتأخذوا، قال هذه اللام هي لام الأمر، ومعناه خذوا مناسككم. وتقديره هذه الأمور، قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلم، أي خذوا مناسككم. وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي، أي قوله صلى الله عليه وسلم، تقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة من فقه هذا الحديث، قال الفقهاء: كان بإمكانه عليه صلوات ربي وسلامه أن يعلمهم ذلك بالقول وفي مدة وجيزة، اذهبوا إلى عرفة، قفوا، يعني اذهبوا إلى في يوم الثامن، يعني اصعدوا إلى منى ثم بيتوا، وهكذا، ويكون القول مختصرا. وهذه الفائدة ذكرها ابن عبد البر، قال: كان يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم ذلك بالقول في مدة أوجز وأقرب من مدة تعليمهم إياها عملا، وكذلك كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يبين ميقات الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، بقوله في مجلسه، أي صلوا كذا، كبر، ارفع يديك ونحوها. لكنه صلى الله عليه وسلم أخر ذلك ليبين لهم ذلك بالعمل، ولم يمتنع من ذلك لما يخاف عليه من اخترام المنية، لأن الله تعالى قد كان أنبأه أنه لا يقبضه حتى يكمل الدين ويبين للأمة على لسانه ما يتوصل إلى معرفة الأحكام، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قوله: خذوا عني مناسككم
وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يجعل ذلك بالعمل، أن يجعل ذلك بالعمل، وإلا كان القول أخصر أن يقول، أن يبين لهم بالقول كان ذلك مختصرا، لكنه آثر عليه الصلاة والسلام أن يبين ذلك بالعمل. وتبيينه الصلاة والحج بالعمل لحكمة استنبط منها الفقهاء، وهذه الفائدة الرابعة، استنبطها أهل الأصول وأهل الفقه، أن البيان بالفعل قد يكون أحياناً أثبت وأقوى في النفس من القول. بمعنى إذا أردت أن تبين لأحد شيئاً فإن البيان يكون بالفعل، إذا بينته بالفعل ربما كان ذلك أقرب وأقوى في التعليم من القول. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فهذه فائدة استقاها أهل الأصول وأهل الفقه، قالوا أن البيان لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون البيان بالفعل لا بالقول، دل ذلك على أن البيان بالفعل قد يكون أقرب وأقوى تثبيتا في النفوس من البيان بالقول. الفائدة الخامسة، وهذه أيضا فائدة ربما يستفيد منها طلاب العلم، يذكر أهل الأصول وأهل الفقه أن بيان المجمل يأتي بأوجه عدة. كيف بيان المجمل؟ بمعنى أن الله تعالى أمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن أعمال الحج وأفعاله مجملة ما نعرفها، إنما عرفنا وجوب الحج. وكذلك في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، عرفنا أن الصلاة فريضة واجبة، لكن أعمالها كيفيتها هذه مجملة. فلذا قالوا يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجمل في كلام الله عز وجل. لذلك تأتي السنة مبينة للمجمل من كتاب الله عز وجل. وذكروا أوجها لبيان المجمل، فقالوا: أحدها أن يكون البيان بالقول، أي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم المجمل من كتاب الله عز وجل بقوله وبكلامه عليه صلوات ربي وسلامه. قالوا: كبيان نصب الزكوات، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في تمرة ولا كسرة، وقوله: والقطع في ربع دينار، ونحوه. كل ذلك جاء بيانا للمجمل من كتاب الله عز وجل. والثاني أن يكون البيان بالفعل، فيوردون هذا الحديث الذي نحن بصدده: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، كدلالة على بيان المجمل من كتاب الله عز وجل. عرفنا أن الحج واجب، لكن كيفية هذا الحج مجمل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبينه. وقد يكون البيان بالكتاب، أي بالكتابة، كبيانه صلى الله عليه وسلم أسنان الديات وديات أعضاء البدن، وكذلك بعض الزكوات، فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بالكتابة. وقد يكون البيان بالإشارة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، فبينه صلى الله عليه وسلم يعني 30، ثم أعاد الإشارة
بأصابعه 3 مرات وخنس إبهامه، أي قال الشهر هكذا 30، ثم قال يعني 29، فيأتي البيان منه صلى الله عليه وسلم أيضا بالإشارة. ثم تأتي قاعدة أصولية ولا بأس أن نذكرها في هذا المقام، ويذكرها أهل الأصول وأهل الفقه، وهو أن البيان إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع المبين في الوجوب أو الندب. فإذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي فهو بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فيستدلون بهذه القاعدة على أن الأصل فيما ورد من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكذلك في الحج في قوله خذوا عني مناسككم هو بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فيقولون إذا جاء البيان منه صلى الله عليه وسلم للمجمل الواجب فالأصل في هذه الأفعال أن تكون واجبة. كيف يعني الأصل أن تكون واجبة؟ بمعنى أن الحجة لمن قال بالوجوب، من قال بالندب هو المطالب بأن يصرف هذا ظاهر هذا الفعل من الوجوب إلى الندب. ليه؟ يقول للقاعدة المعروفة، لأن هذا مجمل، هذا بيان للمجمل الواجب من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فلذا إذا رجعت إلى كتب الفقه وكتب الأصول فإنهم حين التنازع والخلاف في بعض أعمال الحج فإنهم يلجؤون ويعتصمون بهذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا بيان للمجمل الواجب من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. هذا هو الأصل. من يقول بالندب هو المطالب بالدليل، وربما تأتي بعض أعمال الصلاة وبعض أعمال الحج تحمل على الندب، لكن من حملها على الندب لا بد أن يأتي بقرينة تصرف ظاهر هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. وهذه قاعدة كما أسلفنا قاعدة أصولية يكاد يتفق عليها أهل الفقه وأهل الأصول كله. وكذلك إذا جاء البيان للمجمل المندوب، إذا جاء البيان للمجمل المندوب فيقال في هذا الموضع أيضا هذا بيان للمجمل المندوب في قوله تعالى كذا وكذا. والفائدة الخامسة أو السادسة، كذلك استدل لوجوب العمل بالفعل أن الفعل أقوى دلالة من القول، وهذه أيضا مسألة فقهية أصولية، لأنهم ربما اختلفوا أيهما أقوى في الدلالة، هل الفعل أقوى أم القول؟ جمهور العلماء على أن الدلالة على الحكم بمعنى أنه واجب أو مندوب أو محرم، يقولون دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. جمهور أهل العلم يقولون إذا قال صلى الله عليه وسلم افعل كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، قالوا هذه الدلالة أقوى على الوجوب. لكن يكاد يتفقون على أن البيان إذا جاء في معرض البيان فإن البيان بالفعل أوقر وألصق وأقرب للنفس من الدلالة بالقول. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم
يدل على أن فعله في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله صلوا وخذوا. وربما على قول ضعيف يستدل به من يقول أن الفعل أقوى في الدلالة على الحكم من القول، وقلنا أن هذا قول ضعيف، لا شك أن القول أقوى في الدلالة على الحكم، إذا قلنا الوجوب أو الندب أن دلالة القول أقوى. الفائدة السادسة، قالوا في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، فلذلك حثهم على الاعتناء والأخذ منه وانتهاز الفرصة لتعلم أمور دينهم، حين قال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فكأنه صلى الله عليه وسلم استشعر أو أنبأه الله، هذا هو الصواب، أن أجله قد دنا، فلذلك لمح لأصحابه بدنو أجله، قال: لعلي لا أحج بعد عامي أو بعد حجتي هذه، وفي رواية: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع، وقد جاء في رواية كما أسلفت: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وسميت أيضا حجة البلاغ وحجة الإسلام، البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها الدين وأكمل فيها الملة، وسميت بحجة الإسلام لأن تلك الحجة لم يحج فيها مشرك بالله عز وجل، ما حج فيها إلا مسلم. ولعلي أذكر أيضا يعني فائدة لطلاب العلم في هذا المقام، فإن ابن الملقن ذكر رواية يعني في أن أحد الرواة قال: هي حجة الوداع، فقال: وفي هذا دليل ورد على من كره أن يقال حجة الوداع، وما وقفت على من ذهب إلى الكراهة، فلعلها يعني فائدة نسوقها في هذا المقام حتى يتتبع بعض طلاب العلم فينظرون من الذي قال بالكراهة. استدل بهذه الرواية حجة، وما ورد في بعض الطرق أنها حجة الوداع، قال: هذا دليل أو رد على من قال بأنه يكره أن يقال حجة الوداع. كذلك استنبط، وهي الفائدة السابعة، استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن التعليم في العبادات لا يقدح في النية، بمعنى إذا أردت أن تعلم ابنك الصلاة فقل: تعال، ثم توضأت وصليت أمامه، لا شك أن من مقاصد هذه الصلاة أن تعلم ابنك الصلاة. قالوا: دل هذا الحديث خذوا عني مناسككم، أراد أن يعلم أمته، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أراد كذلك أن يعلم أمته. قالوا: فكذلك الشأن لمن أراد أن يعلم غيره أي منسك أو عبادة كانت، فإن هذه النية لا تقدح في نية القربة، فتكون قربة لله عز وجل، وتكون أيضا تعليما، وهذه لا شك أنها فائدة طيبة ساقها ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالحديث من حيث الدراية أو الفقه. ثم نذكر أهم تطبيقات
خذوا عني مناسككم، بمعنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فنذكرها على وجه الإجمال. لكني قبل أن أستطرد في بيان هذه، لعلي أقدم لإخوة الحجاج بهذه المقدمة. اعلم بارك الله فيك أن توفيق الله تعالى لك وتيسيره لك، أن هداك وأن وفقك وأن يسر لك السبل حتى تصل إلى هذا المكان، هذا خير عظيم، فضل عظيم من الله عز وجل، نعمة عظيمة من الله عز وجل يغبطك عليها ملايين الناس ممن حرمتهم إما الفقر أو العوز أو العجز أو المرض على أن يأتوا إلى هذا الموضع الذي أنت فيه. فلذلك هذه الحجة التي أنت بصدد أن تحجها لله عز وجل هي بالتعبير الذي يقال هي فرصة عمرك، ربما لن تتكرر، بل الغالب أنها لا تتكرر. أغلب الناس لا يستطيعون الحج، إن استطاع لا يستطيع أن يحج إلا مرة واحدة، فلذلك هي فرصة واحدة. فينبغي على المؤمن أن يحرص أشد الحرص على أن تكون هذه الحجة حجة مبرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما في شيء آخر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلذلك إذا تذكرت فضل الله تعالى عليك ونعمة الله تعالى عليك، وأن هذه الفرصة التي هيأها الله تعالى لك لن تتكرر، في الغالب أنها لن تتكرر، فاحرص على أن تكون هذه الحجة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الإمكان. فنذكر في هذا المقام أهم ما يأتي به الحاج بناء أو نزولا على قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولعله لا يخفى عليكم الآن مع تيسر الطباعة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت ونحوها، أصبح الوصول إلى هذه المعلومات في غاية اليسر، بمعنى الحاج إذا أراد أن يعرف أعمال الحج، كيفية أعمال الحج، فهناك كتيبات ألفها أهل العلم، ومن أنفعها رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأحسب أنها توزع، وإن لم تكن توزع فإنها موجودة على موقع الشيخ عبد العزيز بن باز في الإنترنت، وكذلك للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رسالة طيبة جيدة في هذا المقام، رسالة قصيرة يقرأها حتى العوام من الناس، يعني ليس فيها النقاش الفقهي الذي ربما يعصى فهمه على كثير من الناس، لكنها يعني إذا ساقها رحمه الله تعالى في أيسر أسلوب، فالأمر يسير ولله الحمد. لكننا نذكر في هذا المقام تكميلا للفائدة وتذكيرا لإخواننا الحجاج والمؤمنين. الحاج يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو قربها من الحرم، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي
وينوي الإحرام ويلبي. وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول في هذا المقام لبيك اللهم حجا بدل قوله لبيك اللهم عمرة. ثم إن كان يخشى من عائق يعوقه، إما أن يعرف أنه مريض، يعني أحيانا بعض الأمراض المزمنة التي يخشى أن تداهمه في أثناء الحج، أو يخشى أن يحبسه حابس، فإنه لا بأس أن يأتي ويشترط فيقول وإن حبسني لبيك اللهم حجة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا إذا كان يخشى ذلك. أما إذا لم يكن يخشى ذلك، يغلب على ظنه السلامة، فإنه لا يأتي بهذا الشرط. ثم يذهب إلى منى فيبيت بها ويصلي بها 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ثم يجتهد في الدعاء والاستغفار والذكر والتهليل إلى أن تغرب الشمس. والصعود إلى جبل الرحمة ونحوها ليس بمسنون، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني أحيانا ربما حتى يؤثر على حجه بالتزاحم، وربما ألجأه ذلك إلى السباب والشتام فيما لا معنى له. فإذا غربت الشمس في ذلك اليوم، في يوم عرفة، سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله، ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر، أي في مزدلفة، وأيضا يذكر الله تعالى ويدعوه إلى قبل طلوع الشمس. ثم يسير إلى منى ليرمي جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة ب7 حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ولا يفعل كما يفعل بعض الحجاج يمسك السبع يرميها مرة واحدة، لكن يرميها واحدة بعد الأخرى، كل واحدة حجمها على قدر نواة التمر، ويكبر في كل حصاة وفي كل رمية. ثم يذبح الهدي، وهو شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، ثم يحلق رأسه إذا كان ذكرا. وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ويكون تقصيرها بمقدار أنملة، أي طرف الأصابع، طرف أصبعها، من جميع شهرها، من جميع شعرها. ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها تلك الليالي، أي ليلة 11 و12 من شهر ذي الحجة، ويرمي الجمرات 3 بعد زوال الشمس، كل واحدة ب7 حصيات متعاقبات، يبدأ بالصغرى وهي البعيدة عن مكة، ثم الوسطى ويدعو بعدها، ثم جمرة العقبة، فإذا رمى بعد جمرة العقبة فلا دعاء بعدها. فإذا أتم رمي الجمار في اليوم 12 فإن شاء أن يتعجل وينزل من منى فله ذلك، وإن شاء أن يتأخر فيبيت ليلة 13، فإذا بات رمى الجمار 3
في اليوم 13 بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، بمعنى إذا تعجل فلا بأس لكن التأخر في حقه أفضل. ولا يجب التأخر، بمعنى متى يكون واجبا التأخر في حقه؟ إذا تقاعس وتكاسل ولم حتى غربت الشمس، نقول لا، حينئذ أضحى المبيت واجبا في حقك، أضحى المبيت. لكن هب أنه جمع متاعه لكن مع الزحام وكثرة السير غربت الشمس وهو في منى، نقول لا بأس، طالما أنك نويت وعزمت على الخروج فلا بأس. لكن من تقاعس وتكاسل وحتى غربت الشمس، نقول لا، أضحى المبيت في حقك حينئذ واجبا. فإذا انتهت تلك الأيام وأراد السفر لم يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، ولعلنا نسينا أن نذكر طواف الإفاضة، وهو أنه لا بد أن يطوف كذلك طواف الحج. فإذا انتهت تلك الأيام وأراد السفر لم يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، وهي سبعة أشواط. واستثنى أهل العلم الحائض والنفساء، فإنه لا وداع عليهما. طب إذا كان الحاج متطوعا، بمعنى يحج نيابة عن أحد، إما عن قريب أو صديق أو نحوه، من شرطه، من شرط النيابة أن يكون قد حج على عن نفسه، ما يجوز أن تحج عن غيرك وأنت ما حجيت عن نفسك. وهذه أحيانا يقع فيها بعض الناس، يعني يريد أن يؤثر لا سيما أباه أو أمه أو نحوه، فيريد أن يقدمهما في هذا المقام على نفسه فيحج عنهما، نقول لا، ما يجوز. والإيثار في هذه المواقف أيضا ما تصح، يعني الإيثار في العبادات، الإيثار في الأموال، آثر أباك وأمك، بل هو واجب عليك أن تؤثرهما بدنياك، لكن الأمور الأخروية لا، لابد أن تبدأ بنفسك أولا. فإذا حججت عن نفسك ولله الحمد، بعد ذلك لا بأس أن تحج عن والدك، عن والدتك أو عن صديقك أو نحوه. فإذا أراد أن يحج عن غيره يقول لبيك اللهم حجا عن زيد أو عن والدي أو عن والدتي أو نحوه، ويدعو في المناسك، يدعو لنفسه بس ما ينسى يعني من وكله بالدعاء، يدعو، لا بأس أن يدعو لنفسه، ويدعو كذلك لمن أنابه. هذه مجمل ما يتعلق بأعمال الحج، وكما أسلفنا الأمر يسير ولله الحمد، والوصول إلى هذه يعني الكتيبات وهذه النشرات أضحى من اليسر، يعني بحيث أن المرأة لا يجد عنة في الوصول إليها. وقبل أن نختم، لعلي أيضا أشير إلى أمر، أرباب أصحاب الأئمة، أصحاب المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، قد أخذوا بمجمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فلذلك نقول لأتباع الحملات، اتبع مفتي الحملة. صحيح أعمال الحج حين تختلف، يختلف الفقهاء فيها، فما ينبغي لك أن تحدث فتنة وتخالف حملة الفلانية، حملة دولة فلان، حملة يعني الجهة الفلانية. لابد أن يكون ثمة مفتي، ترسل الحكومات
يعني مع هذه الحملات من يكون من أهل العلم فيفتي. فلا تستغربن، لأنه باب الحج باب واسع، الخلاف إنما جاء في بعض السنن، أما أركان وفرائض الحج فلم يقع فيها خلاف ولله الحمد، ما في خلاف. الوقوف في عرفة، الإحرام، الطواف، هذه كلها من أركان. يبقى بعض الأمور يعني الرخص، هل يترخص في هذا المقام أم لا يترخص، المبيت بمزدلفة، الرمي قبل الزوال أو بعد الزوال ونحوها، هذه كلها أمور خلافية، بمعنى ما ينبغي. إذا حججت بنفسك اتبع السنة ولله الحمد، أقول على بركة الله، لكن إذا كنت في حملة ما ينبغي أن تخالف، أن تخالف حملتك التي أنت فيها والمفتي الذي يفتيك، فتقول لا والله أنا قرأت كذا وكذا، لا، نقول هذه مسألة خلافية. ثم إن الشقاق والخلاف هذا شر، ما ينبغي تحدث بلبلة وفتنة بهذا. فلذلك إلزم مفتي حملتك ولا تخرج عنه، ولا تستغربن أن تجد بعض الحملات ما يبيت في منى، يعني يبقى فترة يسيرة ثم يمشي، هذا مذهبهم والأمر واسع ولهم دليل. وهناك يعني من أصحاب الحملات من يبيت في منى، يبيت في مزدلفة حتى الفجر، وفي كل خير. الذي أقصده أن الخلاف شر ينبغي للمؤمن وللحاج أن يحرص أشد الحرص على أن يلتزم، على أن يلتزم بمفتي حملته ولا يخرج عنها. كذلك كما أسلفنا هي حجة واحدة، هذا الغالب، هذا الغالب، احرص على ألا تخدش هذا الحج بالتقصير، فضلا عن أن تبطله بالمبطلات. فإذا كان الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث هو الكلام الرديء، ما تتكلم بالكلام الرديء، هذه أيام مباركات. ولا فسوق، كل فسق، كل معصية. ولا جدال، ويقول أهل العلم حتى الجدال في الأمور العلمية الفقهية ما ينبغي، لا أبو حنيفة يقول وأبو مالك يقول، ويدخلون في جدل فتقع الإحن والبغضاء فيقعون في هذا النهي الذي حذر منه الله تعالى في كتابه. فإذا كان هذا النهي في أمور علمية فقهية ما ينبغي، نعم لا بأس أن تبين، أن تنصح، لكن خلاص ما تزيد على ذلك، ما تزيد على ذلك، السنة هي كذا وكذا. إن أصر ما تدخل معه في جدل، وإلا وقعت في هذا المحذور. فإذا كان الجدل في الأمور العلمية منهي عنه، فإن الجدل فيما عدا ذلك من باب أولى. الجدل في الأمور السياسية ما الطائل من ورائها، الجدل في الأمور الاجتماعية ما الطائل من ورائها، هي حجة واحدة يا عبد الله، ما تدري هل حتى لو كنت مقتدرا هل يطيل الله تعالى في عمرك فتحج مرة أخرى. فلذلك ابعد عن هذه المواضع وعن هذه المواطن. ثم أنها فرصة والله عظيمة أن يصفي المرء نفسه من أدران المعاصي والخبائث التي ربما تعود عليها، كشرب الدخان والسباب والشتائم وبذيء الكلام. فهذه فرصة في هذه الأيام أن تمسك لسانك عن هذا، عن 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 القول الرديء، فلعل الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتك. وللحج المبرور علامات يا أحبة، قالوا الحج المبرور إذا أراد أن يعرف أن حجه بإذن الله تعالى مبرور،
أن يرى نفسه أحسن حالاً وأقرب إلى الله عز وجل بعد حجه من قبل حجه. وهذا يقع للناس، لكثير من الناس ولله الحمد، تجده قبل الحج على حال، فإذا حج تجده بعد ذلك يحافظ على الصلوات في جماعة بعد أن كان متهاوناً في صلاة الجماعة. وأعرف ناساً ابتلاهم الله تعالى بشرب الدخان والشيشة ونحوها، فلما حج امتنع بعد ذلك ولله الحمد. وأيضاً نقولها إحقاقاً للحق أن هناك حج يحج ليس له من حجه إلا التعب، فإنه يذهب في حجه ويعود كما كان لم يتغير فيه شيء. فيحذر المؤمن أشد الحذر ألا يكون من هؤلاء. هذا ما سمح به المقام، وهي آخر المسائل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.